انطلقت بعد زوال أمس أشغال الملتقى الجهوي المرتبط بالحوار الوطني حول المجتمع المدني وواقع الحياة الجمعوية وأفاق الديمقراطية التشاركية والأدوار الدستورية الجديدة. وقال وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لحبيب الشوباني في حديث لأمل معزوز إن محطة الدار البيضاء تقدمت بالحوار إلى مراحله الأخيرة في اتجاه وضع الخلاصات النهائية في مارس المقبل، وذلك بعد إنهاء الجولة بأربع محطات المتبقية. نحن اليوم في محطة الحوار مع الجمعيات رقم 14 دار البيضاء، ان شاء الله اربع محطات، العيون، قلميم، الرباط، الحسيمه، وغادي نساليو هذا الحوار المباشر مع الجمعيات على المستوى الجهوي، وغتعكف اللجنه الوطنيه على الخلاصات وعلى استثمار التقارير وعلى استثمار كل ما تم من ادوات مركزيه. والغايه هو انه نوصل ان شاء الله الى تفعيل الدستور فيما يتعلق بالقوانين التنظيميه، سواء قانون العرائض او قانون ملتمسات التشريع، وكذلك نراجعوا ان شاء الله الحياه الجمعويه في رمتها، كل التفاصيل ديالها القانونيه، باش نوضعوا واحد القانون ملائم للدستور، النص ديالو والروح ديالو، باش تكون الجمعيات اكثر يعني ديمقراطيه، اكثر حريه في التاسيس، اكثر شراكه في العلاقه ديالها مع الدوله، مع كافه المؤسسات المانحه، اكثر شفافيه، اكثر محاسبه. كل هذه القيم وهذه القواعد اليوم غادي توضع في قوانين جديده، باش تكون في مستوى الوثيقه الدستوريه وفي مستوى التوجيهات الملكيه الساميه، في مستوى كذلك البرنامج الحكومي، في مستوى ترافع الجمعيات اللي خلال عقود من الزمن طلبوا اشياء مهمه. اليوم هذه فرصه ان شاء الله نكرسوها في خلال القوانين المنظمه للحياه الجمعويه، وان شاء الله شهر مارس سيتم يعني وضع الخلاصات النهائية في إطار مناظرة وطنية ختامية. في السياق، نوهت مجموعة من الجمعيات المشاركة بمسار الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، معتبرة أن من شأن هذا الحوار الحد مما وصفته بنوع من الفوضى في العمل الجمعوي. وعبرت الفاعلة الجمعوية بجهة الدار البيضاء الكبرى فاطمة البرقيبي عن أملها في أن يأتي الحوار بنتائج إيجابية من شأنها جعل المغرب قادرا على مواكبة التطورات في هذا المجال. في الوهلة الأولى كنا ننتظر أن هذا الحوار سيكون فقط يعني منحصر على بعض الجهات غير الأخرى، لكن اليوم نرى أن هذا الحوار جاء من الشمال إلى الجنوب ليستمع إلى كل الجمعيات المجتمع المدني بكل يعني تخصصاتها وبكل فئتها، من أجل خروج بمجموعة من التوصيات التي ستساعد في بناء قانون إطار منظم للمجتمع المدني، من أجل العمل في إطار ليكون عنده قوانين منظمة فيما بعد. وبالتالي هذه الفوضى اللي تنشوفوها الآن في المجتمع المدني وهذا عدم تنسيق ما بين الجمعيات كان سببه في الأول هو عدم توضيح استراتيجية المغرب. صراحة يعني ننتظر من هذا الحوار أنه يكون عنده واحد النتيجة إيجابية في إطار إصلاح المجتمع المدني، وأن يكون المغرب قادرا على مواكبة التحولات العالمية في هذا المجال.